بسم الله لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق بسيون تبع محافظه الغربيه ومعاكم قناه المواشي اليوم يوم 14/11/2022 وتعالوا نشوفوا البقر الوالد اسعاره في سوق بسيون. اللهم صل على النبي. صباح الخير يا رجال، ناركم ابد ان شاء الله. تجار ولا قنيه؟ لا تجار يا جدع. تعرفوا بالاسم طيب؟ الحاج سامي الوحش. الحاج سامي الوحش من الوحش. الحاج سامي المنشاوي، اللهم صل عليك يا نبي. كسر يا ما حاج سامي؟ كسر اربعه. كسر اربعه، بسم الله ما شاء الله على الخلف يا جماعه. الله اكبر، ذكر صلاه النبي عليه، اللهم صل على النبي. فيها لبن قد ايه حاج سامي؟ فيها 8 كيلو. 8 كيلو لبن يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. الدر والحلبات، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله على المال، اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر، ثمانيات يا جماعه لبن، الله اكبر. وخلفها ذكر عامله ايه يا حاج سامي؟ عامله 30,500. 30,500 بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. يعني موجود عندك بقر والد لحد عندي؟ طب ادينا الرقم. ماشي 0 100 0 100 3 8 9 4 5 4. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه. الله يبارك لك حاج سامي ويصلح حالكم محل الجميع. اللهم صل عليك يا نبي على البقر الوالد يا جماعه في سوق بسيوط. اللهم صل عليك يا نبي معلم محمود الجنادي. اللهم صل على النبي على البقر الوالد. صباح الخير يا معلمي. تاجر ولا جناد؟ لا تاجر يا ابني. تعرفوا باسمك؟ محمود الجنادي. بس معلم محمود الجنادي منين يا معلم؟ الجناد بس جناد سوق بسيون. الله يبارك لك، بسم الله ما شاء الله. خلف دقة، اللهم صل على النبي. فقد ايه لبن يا معلم؟ 8 كيلو. 8 كيلو لبن يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. فرج وملي عينيك وصلي على حبيبك النبي. عامله ايه يا معلم؟ طيب ماشي. عامله ايه؟ 38,000. 38,000 يا جماعه، بسم الله ما شاء الله على المال، الله اكبر. طب ادينا رقمك لو حد عايز حاجه يتواصل معاك. مش شغال في البقر الوالي؟ كام الرقم؟ 010 669 669 51 51 824. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه. الله يبارك لك ويصلح حالك يا غالي. صباحك ابد ان شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي، بسم الله ما شاء الله. بكام دي خدتوها يا غالي؟ الله اكبر. كم وكام يا حاج والله خدتوه؟ بكام وكام؟ 21 و22 على بركة الله، ربنا يبارك. صباح الفل يا عم. الفل حبيبي. عامل ايه يا غالي؟ الله يبارك لك. صباح الخير يا عم ابراهيم. ضحكوا عليا يا حبيبي يا عم ابراهيم، ضحكوا عليك ازاي يا عم ابراهيم؟ ازاي بس؟ انت رايح العسل يا عم ابراهيم. الله يقويك ويعينك يا عم ابراهيم. العسير النظيفة يا جماعة والصبحي في سوق بسيون، الله اكبر. الله يبارك لك. بكام وكام والله خدتوه؟ بكام وكام؟ اي ب 150 جنيه الواحد. بالله عليك بكام؟ ب 200 جنيه الواحد. بقول لك بالله عليك يعني. 300 جنيه. لا 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 كده. طب صورني بقى انا كام الحاج؟ ها المعزه دي والله بكام؟ الله يسلمكم الحال. الله يكون الاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. اسيبكم في رعايه الله وامنه، والى اللقاء يا خير الاصدقاء، والسلام عليكم ورحمه